حياكم الله. بهذا الفيديو راح نقدم لكم طريقة تحمي بها جهاز ابنك أو بنتك، تابعونا. من الأمور التي أصبحت مفروضة علينا وجزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية هو استخدام التكنولوجيا، وفي ظل هذا التطور وتزايد الاستخدامات الإلكترونية صار من الضروري على أولياء الأمور مواكبة هذه التطورات ومتابعة أبنائهم، خصوصاً عند استخدام الهاتف. فالطفل بمجرد مسكه للهاتف ودخوله على الإنترنت يمكنه الوصول إلى أي معلومة تخطر في باله من خلال محركات البحث. والمحتوى المنشور على الإنترنت ينقسم إلى قسمين: محتوى مفيد ونافع، ومحتوى سيء يؤثر بشكل سلبي وخصوصاً على الأطفال، وهذا بطبيعة الحال يشكل تهديداً على تنشئة الطفل التنشئة الاجتماعية الصحيحة. السؤال هنا: كيف يمكن لأولياء الأمور متابعة أبنائهم باستمرار مع كثرة الالتزامات في الحياة اليومية والانشغال بالعمل؟ سنقدم لكم في هذه الحلقة تطبيق Family Link أو ما يسمى بالإدارة الأبوية للهاتف. هذا البرنامج يساعد أولياء الأمور على تحقيق رقابة أبوية بطريقة تربوية من خلال التحكم بالمحتوى المعروض في جهاز الإبن. ومن مميزاته أنك تستطيع حماية أبنائك من خلال متابعة هواتفهم بواسطة هذا التطبيق، سواء كنت في العمل أم في السفر أم في أي مكان آخر عبر الإنترنت. طبعاً التطبيق مجاني، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. الآن سنبدأ بعملية التطبيق. هنا جهاز الأب وهنا جهاز الإبن. بعد تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات نبدأ بإعداد الحساب في جهاز الأب. نقوم بفتح التطبيق والموافقة على شروطه، ونبدأ بالتسجيل من خلال الضغط على كلمة متابعة. وفي هذه الخطوة يجب أن يكون حساب الأب مرتبطاً بحساب جيميل واحد ليتم قبوله، بمعنى أنه لا يمكن استخدام أكثر من إيميل في الهاتف الواحد. تظهر في الصفحة التالية طلب لتجهيز حساب الإبن. ننتقل الآن لجهاز الإبن لربط حساب جيميل بتطبيق الرقابة الأبوية. بعد تنزيل التطبيق في جهاز الإبن نقوم بالموافقة بالضغط على اختيار هذا الجهاز. في الصفحة التالية يتم تحديد حساب الجيميل الخاص بالإبن والذي يريد الأب الإشراف عليه. تظهر نافذة لتحميل الحساب وإعداده. هنا يطلب الانتظار. ستظهر نافذة تطلب الإذن بتسجيل الخروج من جميع الحسابات على الجهاز، ويبقى فقط حساب الأب المشرف على هاتف الإبن. عزيزي الأب، يوفر التطبيق إمكانية لحماية 10 أجهزة من خلال حساب واحد، فيمكنك من خلال حسابك حماية جميع أطفالك حتى إذا كان عددهم 10 أطفال. مشاهدينا الأعزاء، نتمنى نكون بهذا الفيديو قدمنا لكم معلومات مفيدة ونافعة. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات ومواضيع أخرى. إلى اللقاء.